السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه آخر ما تحدثت عنه صحافة العدو الإسرائيلي، ومن ذلك ما أوردته صحيفة هارتس التي قالت إن إسرائيل باتت على حافة الهاوية. طبعا صحيفة هارتس هي صحيفة إسرائيلية، ومنذ يوم السابع من أكتوبر وفي ظل استمرار الحرب والتعنت الإسرائيلي الذي يحول دون الوصول أو دون التوصل لصفقة أخيرة لوقف إطلاق النار، يشهد كيان الاحتلال انقساما داخليا. وتعدد صحيفة هارتس العبرية في افتتاحيتها الأزمات التي تعصف بالداخل، ومن بينها الأسرى والعزلة والفساد واستغلال الحرب لتمرير بعض التشريعات التي تسمح بإطلاق يد السلطة في القضاء، حيث قالت في تقرير لها أنه بما أن السياسيين مهتمون في المقام الأول بالحفاظ على وظائفهم، فإن الطريقة الوحيدة للإطاحة بهذه الحكومة الكارثية هي من خلال جلب جماهير الناس إلى الشوارع. وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل إغراق إسرائيل في الهاوية، فالرهائن يجبعون في أسر حماس في غزة، وقد وصفت عائلاتهم بأنها عقبة في طريق البلاد نحو النصر الكامل. وفي غياب أي هدف واضح، بالإضافة إلى رفضه العنيد وغير المسؤول لمناقشة الوضع في فترة ما بعد الحرب، فإن الحرب مستمرة في مكانها حتى مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين من يوم لآخر، وتجاوز بالفعل 31,000 وفقا لحركة حماس في غزة. وتواصل الصحيفة سرديتها وتقول في هذه الأثناء ينتشر الجوع والدمار، وينظر العالم إلى إسرائيل بعين الكراهية. لم يفوت الرئيس الأمريكي جو بايدن الفرصة للتعبير عن اشمئزازه من نتنياهو، حيث قال مؤخرا لقد حظيت إسرائيل بدعم ساحق من الغالبية العظمى من الدول، ولكن إذا استمرت على هذا المنوال مع هذه الحكومة المحافظة بشكل لا يصدق ومع بن غفير وآخرين، فسوف يفقدون الدعم من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك فإن أيا من هذا لم يجعل نتنياهو على استعداد للاستغناء عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمتطرفين الآخرين في حكومته. وتواصل الصحيفة بالقول في الوقت نفسه يستغل وزير العدل ياريف ليفين الحرب للمضي قدما في إصلاحه القضائي، الذي يسعى إلى منح الائتلاف الحاكم السيطرة على عملية التعيينات القضائية، وما لم يتمكن من فعله عبر التشريع يفعله من خلال منع المناقشات أو التصويت على التعيينات القضائية بحكم منصبه كرئيس للجنة التعيينات القضائية. ويستمر أيضا انهيار حرية التعبير، وقد وصل إلى حد الاضطهاد السياسي للأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم معارضون للحكومة أو النظام. وتشير الصحيفة إلى أنه كما أوقفت الحرب الاحتجاج المدني، فإنه سرعان ما تحرك المتظاهرون للدفاع عن وطنهم ولملء الفراغ الذي تركته الدولة، والذي كشف بكل ضعفه من خلال فشلها في أداء وظيفتها. لقد مر أكثر من 5 أشهر منذ ذلك الحين، لكن الاحتجاجات لا تزال مستمرة. أحد أسباب ذلك هو بن غفير، الذي من خلال الشرطة يوقف الاحتجاجات من خلال العنف، مستخدما ترسانة كاملة من تكتيكات السيطرة على الحشود، بما في ذلك خراطيم المياه والاعتقالات واسعة النطاق. وتكشف الصحيفة أنه مع مرور كل يوم تعمل الحكومة على تعميق الحفرة التي تعاني منها إسرائيل، ولكن بما أن السياسيين مهتمون في المقام الأول بالحفاظ على وظائفهم، فإن الطريقة الوحيدة للإطاحة بهذه الحكومة الكارثية هي من خلال جلب جماهير الناس إلى الشوارع، وهذا هو الآن ترتيب اليوم. ربنا يرد كيدهم في نحرهم، إن شاء الله نحن نشهد اليوم نهاية إسرائيل الحتمية والتي باتت قريبة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا التعليق والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. خالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.